بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أحبائي الأعزاء، أحبائي الله، ازيكم؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم من جديد مع فيديو من فيديوهاتنا بالوصفات الطبية الطبيعية الموجودة حوالينا، عشان بإذن الله نوصل لصحة أفضل ووزن مثالي. ربنا يعافينا جميعا ويكتب لنا الشفاء من عنده ويشفي كل مريض، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده مش هطول على حضراتكم مع موضوع مهم ومهم جدا لكل الناس، وكل الناس بتشتكي منه. بس اتمنى من حضراتكم كل الافاضل، كل الاخوه وكل الاخوات، انتوا دعمونا في محتوانا الجديد، وادخلوا على القناة وشوفوا إن شاء الله المحتوى يعجب حضراتكم جميعا. نتمنى من حضراتكم يعني زي ما احنا بنروح لقنوات الطبخ وقنوات التحديات وقنوات، اعتبروا برضو قنوات الوصفات من ضمن هذه القنوات، وعايزين تشجيعكم المثمر إن شاء الله رب العالمين. ما تنسوناش بقى من اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس، اللي لسه ما اشتركش عندنا يتفضل اشترك ويشرفنا بإذن الله في بيتنا شاهد وفهم وتعلم مع أبو زياد. مش هطول على حضراتكم النهارده مع موضوع أسرع طريقة لحرق الدهون، دهون البطن، والتخلص من الكرش. طبعا احنا اكترنا، وانا كنت واحد منكم، مع القعدة وعدم التحرك يمين وشمال والمشي والرياضة وعدم اتباع الحمية الغذائية الصحية، أصبح اللي احنا الجسم بتاعنا تراكم الدهون بالنسبة لي، لأن احنا بناكل سكريات ياما وجبات خفيفة ياما. فالنهاردة جيت لكم إن شاء الله عشان أوضح لكم، عايزين طريقة سريعة عشان نحرق دهون البطن ونتخلص من الكرش اللي احنا زاد عندنا بطريقة مش كويسة. انا اول حاجة عايز اخلي جسمي يحرق الدهون. طيب عشان اخلي جسمي يحرق الدهون في 3 حاجات لازم اعمله عشان تخلي جسمك يحرق الدهون، دهيت في 3 نقاط رئيسية لازم تاخد بالك منهم. اول حاجة نقلل الكربوهيدرات والسكريات بتاعتنا. ازاي الكربوهيدرات والسكريات؟ الكربوهيدرات اللي انت عارفين متمثلة في الخبز الابيض، المكرونة، الارز، وكل السكريات بقى الحلويات والكلام ده كله، والسكر الابيض نحاول اللي احنا نقلل منهم بقدر الامكان. كمان تاني حاجة نقلل الدهون الغذائية. ازاي يعني الدهون الغذائية؟ اللي احنا نكتفي بالدهون الصحية زي زيت الزيتون. طبعا زيت الزيتون ما ينفعش اللي انا اعرضه لدرجات حرارة. زيت الزيتون انا مثلا اكل جبنة مثلا احط عليه معلقة زيت زيتون، مثلا في سلطة احط عليها معلقة زيت زيتون، ما اعرضش كل الزيوت اللي بتتعرض لدرجات الحراره بتفسد القيمه الغذائيه بتاعتها، ولازم ناخد بالنا ان زيت الزيتون ما ينفعش اللي احنا نعرضه لدرجات الحراره. مثلا بدل ما ناخد الزيوت المهدرجه والزيوت المشبعه وازاي السمن النباتي اللي احنا عارفينه كله، نكتفي بالحاجة اللي ربنا أمرنا بيها، بناخد بالسمن البقري، السمن البلدي، الزبدة، الحاجات دي كلها على فكرة دي زيوت، يعني زيوت دهون ليست مشبعة ولكنها دهون مفيدة جسما للجسم، بتزود الكوليسترول النافع وبتطلع الكوليسترول الضار. ثالث حاجة ناخد أقل كمية كافية من البروتين، اللي هو البروتين اللي احنا عارفين متمثل في اللحم وفي الدجاج وكده، فناخد كميات بسيطة. يعني مثلا لو في شاب عندنا مثلا 18 من 18 سنة
لحد 40 سنة ممكن ياخد ربع، يعني 225 جرام من البروتين. لو من 40 ل 50 تاخد 150 جرام من البروتين. لو أكثر من 50 سنة تكتفي ب 100 جرام، اللي هي قطعة صغيرة كده هوت، لأن الأجهزة طبعا الشباب مش زي الناس الكبيرة في السن. طيب يبقى احنا عشان نحرق الدهون ونتخلص من الكرش في الثلاث حاجات اللي انا قلت عليهم ده همت، يبقى علينا ان نجمع بين زي ما قلت قبل كده بين الصيام المتقطع. والصيام المتقطع قلت لكم اللي هو نكتفي بيه وجبتين في اليوم، الوجبه الاولى مثلا تبدا من 11 صباحا والوجبه الثانيه 7 مساء، ولا يتخللهم اي وجبات خفيفه. عايز تاكل تاكل خضروات، ممكن تاكل ثمره من الفاكهه مع حمية الكيتو اللي انا اتكلمت عليها وقلت لكم ايه هو الكيتو. الكيتو اللي هو قلت لكم اللي احنا بتعتمد حمية الكيتو على حرق الدهون اللي موجودة في الغذاء اللي انا بناكلها وكمان المخزنة داخل الجسم. ففترات الصيام المتقطع بتخلي الجسم يلجأ الى الدهون المخزنة فبيحرقها اللي هي حمية الكيتو. يبقى في البداية نزود من كمية الدهون في الغذاء الصحي، ثم نقللها تدريجيا. طبعا احنا عارفين الدهون الصحية اللي انا قلت لكم عليها قبل كده من شوية، وبعدين نقللها تدريجيا عشان نخلي الجسم يتحول لحرق الدهون المخزنة داخل الجسم نفسه. فبالتالي خلصنا من الدهون اللي موجودة في الكرش، وناخد وزن مثالي ان شاء الله رب العالمين. يبقى احنا كمان ما نحاولش ان احنا نخلي الجسم بتاعنا يستهلك البروتين الموجود في العضلات وكده، فبناخد الكميات اللي انا قلت لكم عليها مسبقا. ودي قاعدة هنمشي عليها ان شاء الله في تطبيق حمية الكيتو دايت بإذن الله رب العالمين. يا ريت تكونوا استفدتم من الموضوع، هو موضوع بسيط ولكن لو خدته بالثلاث نقاط اللي انا قلت لكم عليها باذن المولى عز وجل ان شاء الله توصلوا الى وزن مثالي والى صحه افضل. نتمنى من الله عز وجل ان يرفع عنا البلاء والوباء وسيء الاسقام. شكرا لكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.